أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات جنيه فاصل 123 مليون. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 0.91%، يغلق عند مستوى 15981 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 2.23%، ليغلق عند مستوى 2962 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 4431 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة أسيك للتعدين بنسبة 19.94%، ليغلق عند 11.43 جنيها. يليه سهم شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 11.71%، يغلق عند 14 جنيها. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 10.14%، يغلق عند 18.68 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.29%، يغلق عند 0.50 قرشا. أهلا بحضرتك دكتور محمد. بداية، البورصة المصرية بتواصل رحلة الصعود، ما تحليلك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ طيب، احنا لو حطينا خط عرضي بس كده على البورصة المصرية هنقول ان التغيرات التي حدثت في اسعار الصرف، واصبح سعر الصرف مرن مع العملات الاخرى، هو المحرك الاساسي للبورصة المصرية خلال تعاملات الفترة السابقة. نعم. واذا مع التغيرات اللي بتحدث في اسعار الصرف زي ما احنا شاهدنا الفترة السابقة، وصل لغاية 32 ثم انخفض ل 30، ثم بدأ اسعار الصرف أصبحت مرنة فعلا بناء على الطلب والعرض، حتى أن البنك المركزي أعلن منذ فترة سابقة أنه سوف يفعل ديريفاتيف أو المشتقات بالمعنى الأصح للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، ودي كل ذلك بيعطي ثقة للمستثمر الأجنبي في مزيد من الاستثمارات في السوق المصري. الفترة اللي فاتت كنا صندوق النقد الدولي كان بيطالب الحكومة المصرية بأن يجعل سعر الصرف سعر مرن وأن يترك الجنيه مقابل العملات الأخرى، وبالفعل ده اللي حدث، فبدأ يبقى في استقرار حقيقي في سعر الصرف، بدأ يبقى نوعا ما بناء على المؤسسات العالمية التي أشارت إلى أن قيمة الجنيه مقابل العملات سوف تتحدد في حدود 32 أو 30 ل 30، بدأ يبقى في وضوح لقيمة أو سعر الصرف الجنيه أمام العملات الأخرى. وبناء على ذلك لقينا البورصة المصرية طبعا في ارتفاع مستمر. النهاردة البورصة المصرية ربحت حوالي 7 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي تقارب أو تشارف من 16 ألف، هو أغلق عند 15981. نعم. المؤشر السبعيني النهاردة اللي كان فيه حركة نوعا ما، يعني المؤشر السبعيني خلال الفترات السابقة مثلا لو بصينا من يوم الحد والاثنين والثلاث، هنلاقي ان يوم الحد كان المؤشر السبعيني كان 2840، يوم الاثنين المؤشر السبعيني كان 2897، النهارده احنا بنتكلم في 2962. نعم. يوم الحد لغايه يوم الثلاث البورصه المصريه ربحت ما يقارب من حوالي 30 مليار جنيه، وده طبعا يعني نتيجه ايجابيه للتحسن الاستثمار في السوق المصري. اصبحت البورصه المصريه من اكثر الادوات التحوط ضد انخفاض قيمه الجنيه. الشركات المصرية منخفضة تماما، قيمتها منخفضة، وبالتالي هنلاقي ان 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 قيمة الشركات لا تعبر تماما عن قيمتها الحقيقية اذا ما قارنا بسعر الصرف. نعم. دكتور محمد، يعني هل حضرتك متفائل بان يكمل السوق صعوده، خاصة وان غالبية الاسهم لم ترتفع بعد بقدر انخفاض قيمة الجنيه؟ بص حضرتك، هو الخبر الاساسي اللي بيخليني ان انا متفائل في خلال هذه الفتره ان الصندوق السيادي المصري اعلن عن حصص في الشركات المقيده به
بقيمه حوالي 14.8 من 10 مليار جنيه. نعم. في عده شركات من امثلتها سيدي كرير واي فاينانس ومدينه نصر ويجي ترانس وتنميه صادرات والنايل سات والاعلامي ومصر اسمنت هنا ومصر بني سويف والدخيله والدلتا للسكر. عده شركات موجوده في الصندوق السيادي المصري. خلال اليومين اللي فاتوا طلعتنا الصحف حول نية الدولة أو الحكومة المصرية في الترويج للشركات، خاصة إن إحنا المفترض إن إحنا نروج للشركات لجذب استثمارات أخرى، وبالتالي أنا أعتقد وأنا متفائل للسوق المصري، خاصة إن في حصص هيتم طرحها قريبا جدا، في ترويج للشركات المصرية في الاستثمار في سوق الأوراق المالية، خاصة من الاستثمارات والصناديق السيادية الخليجية. نعم. يذكر ان في 2022 صندوق السيادة الاماراتي استثمر في 5 شركات مصرية بقيمة 1.9 من 10 مليار دولار. احنا الصندوق السعودي استثمر في 4 شركات بقيمة 1.3 من 10 مليار دولار. هيبدأ في ترويج لبعض الشركات الاخرى زي صافي والوطنية وبنك القاهرة وإنبي. كل هذه الشركات الدولة المصرية خلال 2023 ده بين قوسين ده عامل استحواذات وطروحات، وبالتالي هيعيد تقييم هذه الشركات التي يتم طرحها للمستثمر الأجنبي. وبالتالي أنا فعلا متفائل في البورصة المصرية، هي فعلا دي أداة تحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه. شركات ما ارتفعتش بالقيمة الكبيرة اللي ارتفعت في بعض البورصات الأخرى. نعم. زي بورصة تركيا، زي بورصة الأرجنتين، عندما تم تعويم قيمة الجنيه بدأت ترتفع ارتفاعات قوية، لن تحظى البورصة المصرية هذا الارتفاع. وبالتالي أنا شايف إن شاء الله إن احنا في الفترة القادمة أي حدوث أو انخفاضات في السوق المصري دي فرصة شراء حلوة وفرصة انتهاز لهذه الشراء إن شاء الله.